السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم بارك وصل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في قناتي المطبخ أحلى مع الشو، وكل يوم حلقة جديدة ووصفة جديدة، يا رب تكون بتنول إعجابك. لو لسه أول مرة تشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس ولايك وكومنت حلو مني. النهاردة إن شاء الله هنعمل طريقة حلوة جدا، هنعمل الكنافة بكل خطواتها بالكريمة الكدابة. تمام، معايا هنا نص كيلو كنافة وتكون مثلجة، لازم تكون جايباها من الفريزر. تمام اهيت، هنفكها كده خلاص. هنحط هنا للكنافة، هنعمل خطوتين. اول حاجة الكنافة بتاخد 3 معالق سكر بودرة كبار ونص كوباية سمنة. تمام، وهنحط معلقتين على الوش من فوق، بعد ما نخلصها نقوم رشينا ايه معلقتين سمنة من فوق. الكريمة هنا بقت معايا كيلو حليب و3 معالق نشا كبار. خلاص، اول حاجة هنعملها هنا هنحط طبعا الحليب على البوتاجاز علشان يلحق يتعمل معانا. خلاص، هنحط بقى النشا كده، وطبعا ممكن ال3 معالق تحتاج عليهم نشا حسب النشا اللي عندك، في بتبقى نشطة وفي بتبقى باردة شوية. تقلبهم كده كويس جدا. تمام، يبقى ده اول حاجة بنعملها. طريقتها سهله جدا وما بتاخدش اي وقت، انت هتعملي بس الايه المهلبيه كده. خلاص، وهنحط الفانيليا عشان الريحه، طبعا هنحط فانيليا بودر، بودره اهيت. ما حطيتش ليه الفانيليا السايله لان هتغمقها. تمام، يبقى انت عندك الفانيليا دي والفانيليا دي، في حاجات تنفع تحط عليها الفانيليا السايله وفي حاجات بتحب الفانيليا البودره. خلاص كده انا خلطتهم كويس جدا. انا هنا ما حطيتش ليه سكر لان هنا الكنافه فيها هحط لها سكر ولسه هعمل لها الشربات، فعشان ما تبقاش مسكره جدا. فلو انت حابه ان انت تضيفي ضيفي، مش حابه خلاص مفيش اي مشكله. هنرفعهم بقى على البوتاجاز. هنا بقى هنفضل نقلب كده عشان ما تكلكعش من هنا. معلش بقى لو الحيره دي عشان ايه مولعه على الطبيخ، فقلت انا ايه استغل الوقت وانا بولع على مشغله على الطبيخ اعمل ايه صنف حلو كده ايه ياكلوه معايا. طبعا بدات يعني تعملي المهلبيه ما تبطليش تقليب، يعني انت حاطه لها النشا، فالنشا هنفضل نقلب كده لغايه ما تتقل معانا. خلاص، طبعا ما تسيبهاش من التقليب خالص، شوفي كل ما بتقلبي بتتقل معاكي، فانتي ما تسيبهاش خالص اهي. في الوقت ده لو انت حسيتي ان تقلها كده مش تقيله، حبه لبن ودوبي فيهم نشا وحطيها وهي هتتقل معاكي. شوفي شوفي قوامها بقى عامل ازاي اهي. كده خلاص انا خلصت كده المرحله الاولى. طبعا الايد هنا نظيفه، هنبدا بقى ايه نفككها كده كلها. تفككيها كده كويس، ما تخليش فيها اي تكلكلات خالص، اي حاجه مكلكعه دي تفكيها. ولازم تكوني مشغله الفرن طبعا، يبقى فرن سخن، ما تدخلهاش برضو اي حاجه تعمليها، خلي الفرن سخن كده. لو في اي حاجه تظهر بقى ايه وانا بعملها كده اهي. تمام، فك كل ده كده خالص. تمام اهي كلها كده كده خلاص. خلاص كده هي كلها معايا بقى تمام جدا. هضيف بقى هنا السكر،
خلاص يبقى احنا هنا ضفنا السكر اهو، هقلب وان شاء الله هتطلع معانا لونها حلوه جدا. تمام، قلبناها اهو كويس جدا. هنضيف بقى هنا السمنه، السمنه بقى المتوفره، ما بقولش لازم تعملي الحاجه بسمنه بلدي، مش شرط، المتوفره عندك اعملي بيها. هخلطها كده، واهم حاجه في الكنافه لازم تغلفيها كويس جدا جدا بالسمنه. تمام، انا هنا اهو هخلطها كده كويس قوي قوي قوي، هشربها كل السمنه دي، لازم احس ان كل الكنافه اخده من السمنه. اقعد اعملها كده اهو، بصي جيبي حبه كده وتفركيها كده اهو، اهي كده انت بتشربيها كل السمنه اللي عندك. شوفي هكمل انا وهرجع لكم اهي. شوفي انا لسه برضو اغلفها كده، اخلي كل السمنه تتشربها كده. تتاكدي لكل السمنه كده، شوفي كده كويس جدا جدا جدا، ان شاء الله هتطلع معاكي كويسه، جربيها وهتطلع معاكي كويسه جدا وحلو. خلاص كده انا اتاكدت ان هي خلاص كده كويسه معايا جدا. هنجيب بقى الصينيه، هنا الصينيه اهي دي سمنه، هنحط ايه شويه سمنه كده كمان، ندهن الصينيه بيهم. هي دي سمنه برضو، بس ايه بنطح، ما انا حطيت مطرح المعلقه فهي ايه لزقت. تمام، هجيب بقى الفرشه كده، هدهن الصينيه كويس جدا معايا اهي. شوز خلاص كده هديهني كويس، هبدأ بقى هقسم كمية الكنافة ديت، هاخد نصها بس. تضغطي كويس جدا جدا وتعملي لها ايه حفية كده علشان لما تحطي المهلبيه اللي هي الكريمه الكدافه ما تبقاش اللي طالعه على الحوافي فتتحرق منك. طبعا الكنافه دي بتفكرنا باحسن ايام، ربنا يعود علينا ايام بخير يا رب، شهر رمضان. في ايه احنا قلنا بقى ايه نعملها كده واحنا قاعدين نفتكر احلى ايام. طبعا تضغطيها كده تخليها كلها سوى واحد، ممكن تعمليها بصينيه لو انت مش متملكه، او ان انت تسويها صينيه اصغر من دي وتضغطي بيها كده. تمام، هنا ايه تعملي الحافيه كده، تتأكدي اللي كله تبقى سويه واحدة. في الحتة اللي بحس اللي هي ايه مش متساوية فبسويها.
اهم حاجة في صينية الكنافة تضغطيها كويس. وما تشغليش عليها الشوايه، في ناس بتقولك انا بشغل الشوايه على الكنافه، الكنافه ما تشغليش عليها الشوايه خالص خالص، انت بتحطيها على الرف اللي في النص وبتهدي الفرن وهتطلع كلها درجه واحده. الكنافه ما تشغلش عليها الشوايه خالص خالص، وما تحطهاش تحت لان هتتلهف بسرعه، حطها في الرف اللي في النص وهدي الفرن، خلي درجه حرارته متوسطه، ولا تهدي قوي ولا تعلي قوي، لان الكنافه بتتلهف بسرعه، بتتحرق بسرعه. تمام، خلاص كده هنزل هنا بقى ايه بالكريمه كده. شوفي لازم تبقى تقيله كده، ما تبقاش سايله علشان ما تتعبكش وما تقعدش بقى تطلع بره وتتحرق وكده، لا اهي، وتوزعيها بالراحه خالص. والطبقه التانيه ما بتتقليش عليها اهي. هقولك بقى على حاجه عشان تسهلك، وانتي بتفرديها معلقه سمنه، وانا بفردها كده اهي، شوفي كده تفرد اهي، شوفي تفرد معاكي على طول. يعني انت حطي نص معلقة سمنة، معلقة سمنة زي ما تحبي، شوفي بتتفرد بسرعة وهتبقى كلها متساوية. خلاص بفرد كده، نسويها خلاص اهي. خلاص كده بقت كلها سوا واحد. اول حاجة هعملها هنا، شوفي هتقومي جايبة كده اديكي اهي، يا رب تكون واضحة الكنافة كده اهو، تأمنيها كده ايه من الجناب كده اهو، خلاص تعمليها كده انا بعمل كده ليه؟ علشان المهلبيه ما تخش الفرن ما تقعدش تعمل كربعات كده وتفضل ايه وتقعد تطلع. خلاص انا كده ايه اطمنت اللي انا ايه امنتها كلها اهي. سويها كده اهي، خلاص هنبدأ بقى ايه نحطها كده، توزعيها كده كلها، ما تخليش اي حاجة باينة من الكريمة. وتتقلي ايه، مش تتقلي قوي لا، انت بس تبططي كده عليها بالراحة. لازم تتأكدي كده اللي هي كلها ايه اتدارت معاكي. تمام، راح اتبططيها كده اهو. طيب راح اتبططيها كده، انت
تداري كل حاجة عندك كده من المهلبية اهي. خليها سوا واحد، اظبطي ايدك على قد ما تقدري. خلاص هسويها، خلاص كده انا هو اتسويتها كلها كلها سوا واحد اهو. خلاص كده اهي تمام معايا، اهي تتقلي كده. هعمل ايه بقى؟ اخر حاجة معلقة سمنة كده بقوم موزعها عليه، تديكي لون ذهبي حلو، تبقى جميلة جدا. خلاص كده تمام، هدخلها اهي يا حبايبي. خلاص كده خلصت معايا، شوفوا لونها ان شاء الله. شوفوا طبعا انا معايا الشربات، انا عاملاه جاهز بحطه عندي في التلاجة، يعني انا بعمل كمية وبحطها عندي في اي وقت عاوز اعمل اي حاجة حلوة، مش كل مرة اعمل ايه الشربات. وهحط لكم مقادير الشربات في صندوق الوصف. تمام هنقلبها بقى وبعدين ايه هنسقى بالشربات. هنقلبها بقى هنا مع بعض، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الطبق كده، هنقول بسم الله، اهم حاجة ايه تبقي ملكها كويس. ثم قلبها كده ان شاء الله تنزل كده، نرفعها بس هي عشان ايه لسه سخنة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم؟ رأيكم في الجمال ده اهي؟ شوفوا لونها. هنسقيها بقى الشربات. تمام ده حسب بقى ما انت بتحبي، اللي عاوزاه مسكرة قوي تزودي. شوفي درجة الشربات تمام، هدي عليها النار الفرن كده وحطيها في الرف اللي في الوسط، هتلاقيها كلها مستوية درجة واحدة. هي كل الشربات دلوقتي هيتسهل لان هي لسه طبعا سخنة، فهي هتشرب كل كمية العسل دي. خلاص كده اهي، شوفوا شوفوا الشربات، هي تشوفي لونها اهي. رايكوا بقى في الجمال ده؟ جربيها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبك. طبعا انا مش، شوفي هي لسه بتشرب الشربات فلسه انا مش هقطعها دلوقتي، اما تشرب الشربات خالص ده كله هبدأ في التقطيع واوريها لكم بعد ما تتقطع. اهي يا حبايبي كده خلاص اهي اتشربت، هنبدأ بقى في التقطيع. ممكن لو انت حابه تزينيها ممكن ترشي حبه جوز من فوق، مكسرات اللي متوفر عندك ممكن تعمليه. هنبدأ هنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا سامعني الصوت مخرفشة ومقرمشة وجميلة ما شاء الله زي الفل. اعمليها بالطريقة دي وان شاء الله ان شاء الله هتنجح معاكي من اول مرة. هي ايه رأيكم بقى كده؟ اهي يا حبايبي خلاص كده اهي، شوفوا شوفوا الدرجة، شوفوا لونها. ومقرمشة حلوة جدا جدا جدا.
وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقاتي المطبخ أحلى مع شروق. مع السلامة.